السلام عليكم إخواني التلاميذ. في هذه الحصة إن شاء الله غنشوفوا الجزء الثالث من درس المعادلات. نتمنى إن شاء الله تكون شفتوا الجزء الأول والجزء الثاني ودرتوا التمرين اللي عطيتكم. قبل بداية هذه الحصة نتمنى إن شاء الله ديروا اشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إذا في هذه الفقرة الثالثة غنشوفو ريزوليسيون دان بروبليم أليد دين إيكواسيون. بمعنى شنو؟ غادي نحلو واحد المسألة ريزوليسيون، حل مسألة ريزوليسيون دان بروبليم، ريزوليسيون دان بروبليم، حل مسألة أليد دين إيكواسيون عن طريق أو بمساعدة معادلة. كيفاش؟ عندنا واحد المسألة كيفاش غادي نحلوها رياضيا. غناخدو هاد المثال إكزامبل. شنو عندنا؟ Ali a acheté. Acheté, il y a ishtara. 4 livres, 4 kutub. Et a reçu 12 dirhams. Ali, شنو عنده؟ عنده واحد المبلغ. مشى للمكتبة وشرى 4 كتوبة ورجع ليه 12 درهم. دو موني. هما النقود. Ali a acheté 4 livres et a reçu 12 dirhams. دو موني. Avec la même somme d'argent, son frère a acheté 2 livres. Khou chara jouj ktouba. Et a reçu 36 dirhams. Orjali 36 dirhams. De monnaie. Naoudou msa'ala. Ali chara 4 ktouba. Orjali moul mktaba 12 dirhams. Avec la même somme d'argent. Bnefs mablagh. Avec la même somme d'argent. بحال مثلا علي عنده 40 حتى خويا عنده 40 درهم. علي مثلا عنده 50 حتى خويا عنده 50. علي شرا 4 كتوبه ورجع لي 12 درهم، ولكن خوه سون فرير شحال شرا؟ جوج كتوبه وشحال رجع ليه؟ 36 درهم. السؤال ديالنا كيلي لو بري دان ليفر، شحال ثمن الكتاب؟ هذا هو السؤال ديالنا، ما هو ثمن الكتاب؟ اذا حنا غادي نعالجوا هذه المساله عن طريق معادله. إذا شنو هي الإيطاب الأولى اللي غنديرو؟ إيطاب الأولى، إيطاب أن، قبل ما تنحلو شي معادلة خصنا نمرو بواحد المراحل. إيطاب الأولى شنو هي؟ هي الشوا دو لانكوني، علام تنقلبو؟ دو لانكوني، حنا تنقلبو على بخي دان ليفغ، حنا لانكوني اللي عندنا هنا هو البخي دان ليفغ. ثمن الكتاب. اذا هاد الثمن حنا ما عارفينوش، اون بوز اكس، هذا نرمزو ليه باش باكس. اذا فهاد الحاله ملي غنقول اكس راه قصدت به ثمن الكتاب. ايطاب 2 شنو هي؟ ايطاب الثانيه، ايطاب الثانيه ميز اون ايكواسيون، ميز اون ايكواسيون. كيفاش؟ بمعنى هاد الكتابة، هاد الهضرة اللي عندنا هنا غنرجعوها على شكل كتابة رياضية. كيفاش؟ حنا شنو عندنا في الأول؟ عندنا علي عندو واحد المبلغ غنسميوه اس ان. شنو هو اس ان؟ هو المبلغ اللي عند علي. علي شنو دار؟ شرا 4 ليفغ، إذا شرا 4 كتوبة، إذا 4 إكس 4 كتوبة. حنا قلنا إكس هو بخي دان ليفغ، شرا 4 كتوبة وشحال رجع ليه؟ 12 درهم. إذا المبلغ اللي كان عند علي شنو هو؟ سميناه إس أن، سون أن، عندو 4 إكس زائد 12. سون فخيغ، سون فخيغ الأخ ديالو حتى هو عندو مبلغ نسميوه إس دو. هاد المبلغ شنو دار به؟ شرا جوج كتوبة، جوج إكس، وشحال رجع ليه؟ 36 درهم. ولكن حنا شنو عارفين؟ راه قال لينا في التمرين، قالنا افيك لا ميم سوم دارجون، ولكن حنا شنو عارفين؟ راه قالنا في التمرين افيك لا ميم سوم دارجون، بمعنى أن علي وخوه عندهم ميم سوم أرجون، بمعنى إلا هو عنده 40 حتى هو عنده 40، هو عنده 50 هو عنده 50، بمعنى المبلغ اللي عند علي راه هو اللي عند سون فخيغ، بمعنى ان
S1 تساوي S2. نعود، راه قالينا في التمرين عندهم نفس المبلغ، بمعنى أن S1 تساوي S2. وغادي نعوضو أون غون بلاس، S1 شنو هو؟ 4X زائد 12، هذا المبلغ ديال علي، راه تساوي المبلغ ديال خوه سون فخير اللي هو 2X بلوس 36. إذن ها حنا هذيك المسألة رجعناها على شكل كتابة رياضية. إذا شنو هي المرحلة الثالثة؟ هي غنحلوا هذه المعادلة. ايطاب 3، اون ريزودغ ليكواسيون، ريزودغ ليكواسيون اللي لقينا، ريزودغ ليكواسيون، غادي نحلوا المعادلة. حنا المعادلة اللي عندنا هي 4x زائد 12 كتساوي 2x بلس 36. On a dit, il faut passer les inconnus d'un côté et les connus dans l'autre côté. بمعنى خصنا نجيبو اللي عارفين في طرف واللي مجهولين في طرف. حنا شنو عندنا؟ عندنا 4x مجهولة، 2x مجهولة، نجيبو الطرف الآخر والأوبوزي ديالها هو موان 2x، دونك 2x غتولي موان 2x. عندنا 36، عندنا هنا 12، نجيبو الطرف الآخر غتولي الأوبوزي ديالها هو موان 12، ونحسبو 4x ناقص 2x، 4 ناقص 2 هي 2x، 36 موان 12، 36 ناقص 12 هي 24. عندي هنا 2x كتساوي 24، أنا باغي x، دونك أون ديفيز باغ 2، حيت أنا عندي 2x، وحتى هنا أون ديفيز باغ 2، شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو أون سامبليفي باغ 2، وغنلقاو x كيساوي 24 على 2، هي شحال؟ هي 12. دابا ايطاب الرابعة شنو غنديرو؟ التحقق. ايطاب 4 شنو هي؟ فيريفيكاسيون، غنتحقق واش بصح ان البخي دان ليبر هو اي 12 درهم، نشوف واش هذا الثمن صحيح. حنا شنو عندنا؟ عندنا علي شنا علي شرا 4 ورجع لي 12، اذا عندنا 4 في 8 كتاب اللي هو 12 زائد شحال رجع ليه 12، شحال كتساوي؟ تساوي 48 زائد 12 هي شحال؟ هي 60. الى مشينا سون فخير الاخ ديالو، دابا شنا علي؟ دابا نشوفو سون فخير هو شنو دار؟ شرا جوج كتوبة بطناش درهم، وشحال رجع ليه؟ 36. شنو غادي نلقاو؟ جوج في 12 24 زائد 36، 24 زائد 36 هي 60. إذا كما كتلاحظو عندنا نفس المبلغ، اللي عند علي هو اللي عند خوه، إذا الجواب ديالنا صحيح. إذا فينالمون في الأخير بخي دان ليفغ اي 12 درهم. إلى هنا إخواني التلاميذ نكون قد أنهينا مع الفقرة الأخيرة من درس المعادلات المخصص لتلاميذ السنة الثانية إعدادي. ما لكم إلا تعودوا الفيديوهات بثلاثة دقة دقة، وحبسوا شي فقرات اللي ما فهمتهمش باش ان شاء الله نستعدوا للتمارين. ما تنساوش كما تنقول لكم الاشتراك في القناة وابداء اقتراحاتكم وملاحظاتكم، وشكرا. السلام عليكم.